السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورينا على قناه تدريب كلاب ومضيج زمنهور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. زي ما عودناكم بحلقات وزي ما عودناكم بحاجات احنا بنوصلها لكم كفكره او كتصحيح لمعلومه او الكلام ده كله في تربيه الكلاب عندك في البيت او اي مشكله انت بتقابلها في تربيه الكلب. طبعا النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا يا جماعه. في ناس طبعا سمعنا ان هي بتدي للكلاب علاجات كتحسين للمستوى بالنسبه للجواز والكلام ده كله، لما يبقى في كلب ضعيف في الجوازات او ما بيخلفش او ملوش رغبه في الجواز بيبدا يديله في اجره. طبعا احنا يعني من ضمن الناس دي، خلوا بالكم ادينا علاجات ما حدش يتخيلها بالنسبه كبرشام مثلا، ان هو يقوي الكلب في الرغبه الجنسيه، ان هو يخلي الكلب يشتغل يدينا ناتج، طبعا يبدا ان هو يتجوز، الكلام ده كله عملنا حاجات كتير علشان نبدا ان احنا نحسن الموضوع ده، لكن ده ما كانش فيه اي نتيجه ولا ليه اي داعي. في حاجة أغلبية الناس المربيين للكلاب بيقابلوا الحاجة ديت، اللي هي ممكن يجي يجوز الكلب بتاعه، الكلب بيطلع نتاه ضعيف أو رغبته ضعيفة أو يروح يشم فيها. طبعا المشكلة ديت في ناس كتير بتعاني منها، يروح يشم في النتاية وتلاقيه يشمها كده ويجي سايبها ويجي قاعد على جنب، يشمها ومش عايز يطلع، يشمها ومش عايز يتجوز. طبعا ديت مشكلة وبتخلي صاحب الكلب زعلان نفسيا، وكمان ممكن تضيع لك الجوازة بتاعت النتاية ديت، وأصبح إن كده الجوازة راحت عليك. طيب المشكلة يا جماعة هنحلها ازاي ونقف نحلها ازاي، وعايزين نحلها واحدة واحدة مع بعض. دلوقتي المطلوب منك هي حاجة واحدة، ده بقى لا تقول لي بقى لا فياجرا ولا تقول لي ده ولا تقول لي ده، لان في ناس فعلا بتروح تجيب فياجرا من الصيدلية، طبعا دي مش حاجة عيبة ولا محرمة ولا كلام من ده، وبتاخد ربع حباية وتديها للكلب علشان الكلب يبدأ يشتغل. بس ما تنساش ان الفياجرا مش عبارة عن ان هي هرمون بتزود الرغبة، لا، ده الفياجرا ديت يا جماعة يا اللي بتدوا للكلاب فياجرا، الفياجرا ديت بتعمل عملية انتصاب مش اكتر، ما فيهاش هرمون او ما فيهاش حاجة تزود رغبة الكلب تخليه يبقى عايز يتجوز، لا. احنا بقى هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا اللي احنا بنشتغل بيها، وده علاج طبيعي وعلاج اساسي للناس اللي هم عندهم مشاكل في الحالات ديت، للبني ادمين كمان مش للبيطري، تمام. البرشام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات وقلنا اسمه كارنافيتا فورت، العلبه بتعمل لها في حدود 90 جنيه، بيبقى فيها 3 شرايط، الشريط فيه 10 حبايات، يعني العلبه فيها 30 حبايه، طبعا ده على 30 يوم، لما ندي للكلب بتاعي كل يوم حبايه يبقى 30 حبايه في الشهر، تمام. عود نفسك كلبتك انت داخله على حيط او كلبتك بدات تحيط، هات علبه من دي خليها عندك في البيت او شريط، تمام. كلبتك بدات تحيط وهتجوز الذكر بتاعك ده، يبقى نجيب العلبة دي نخليها عندي ونديله كل يوم حباية لحد الكلبة بتاعتي ما تنظف، ماشي على النظام ده كده، تمام. هتديله كل يوم حباية، طبعا ده هتعلي الرغبة عند الكلب. غير كده وكده ان ده في دكاترة هتستغرب ان انا بنقول كده وعارف الحاجات ديت، ان ده كرياتين، تمام. الكرياتين ده بيعمل ايه؟ بيفتح الشعيرات الدمويه اللي بيمشي فيها السائل المنوي للكلب، اصبح ان ما يبقاش فيه اختناق للسائل المنوي والحاجات دي كلها. غير كده بيزود الرغبه الجنسيه عند الكلب، بيزود الرغبه مش بيعمل انتصاب للكلب علشان طبعا الكلب يتجوز، لا، ده بيزود الرغبه وبيعليه. طبعا احنا طالعين النهارده ندي كلاب معينه، الكلاب اللي احنا بنجوزها طبعا هو ما فيهوش اي مشكله خالص، ما فيهوش اي مشكله خالص يا جماعه، اقفل يا محمد، ما فيهوش اي مشكله خالص بالنسبه للكلاب، ولا بيأذي في حاجه ولا بيأثر في حاجه على الكلب خالص. طبعا احنا هندي لكلبين بس، الموضوع ده بتديه كل يوم حبايه، يعني دلوقتي نفترض ان انت نتايتك حاضت النهارده وعندك ذكر بتاعك هتجوزه، تمام، او انت عندك ذكر وما عندكش نتايات وفي واحد صاحبك رن عليك قال لك انا عندي نتايه عايز نجوزها من عندك، تبدا على طول تجيب الشريط ده تخليه عندك، صدقني صدقني انت الكسبان. ليه؟ اول حاجه هعلي لك رغبه الكلب، هخلي الكلب يتجوز ولا يبقى فارق معاه، تمام. الحاجه الثانيه اللي بعد كده هيخلي الكلب ممكن يديك عدد كويس في الجراوي، الحاجه اللي بعد كده هيخلي الكلب عنده قدره في الانجاب اعلى من القدره الطبيعيه، تمام. غير كده ان هو مش منشط ولا كلام من ده، بس اللي انا عرفته عن البرشام ده ان هو بينشط الكلب من ناحيه الخصوبه بس مش اكتر، تمام. هتبدا تدي البرشام ده اول ما الكلبه تحيض لحد الكلبه بتاعت الراجل ما تحيض، ما تخلص حيض بتبدا ان انت تجوزها له، تمام. وبتقطع البرشام بعد تاني جوازه ولا بعد اول جوازه، بعد تاني جوازه ما فيهاش مشكله، بتقطع البرشام وتسيب الكلب على كده لحد الفتره اللي بعديها، تمام. ادي البرشام اللي احنا بنستعمله اللي بنجيب منه، البرشام ده انا كنت قاطعه بقالي فتره ما بنجيبوش او ما كنتش شاغل بالي بيه، طبعا لما دلوقتي لقيت نفسي عندي جوازات وكلام من ده ابتديت ان انا نحتاج للبرشام ده، فعلا جبته جاب معايا نتيجه كويسه. اركان كلب الجيرمان اللي عندي لما جبته اشتريته
تمام، وبدات ان انا نجوزه. الكلب ده كان باين عليه ان هو كان عنده مشكله بسبب جوازه قبل كده وكان بيعاني منها، فطبعا بدات ان انا نجوز الكلب. لقيت الكلب الرغبه عنده ضعيفه خالص، مش راضي يطلع كلام من ده، بيبقى خايف من نتايه، خايف من اللي واقف جنبه، الكلام ده كله. طبعا قلت نديله ربع حبايه فياجرا، ده بناء عن كلام ناس حبايبي برضو. طب نديله ربع حبايه فياجرا وهيشتغل الكلب، مش عارف ايه الكلام ده. ادينا له ولا لها اي داعي ولا لها اي تاثير على الكلب، ما الا ان هي بتعمل انتصاب وخلاص على كده. برضو مع البشر هي نفس الموضوع، تمام. بدانا ان احنا ندي الكارنافيتا فورت ده، بصراحه غير مع الكلب خالص. الفيديو ده يا جماعه معلش لو انا بتكلم في حاجه ممكن يبقى فيها احراج شويه، بس طبعا العلم بالشيء ولا الجهل بيه. ابتديت ان انا ندي كارنافيتا فورت، الحمد لله جاب معايا نتيجه جميله جدا، وخلى الكلب بقى يطلع لوحده وعايز يتجوز لوحده، وكمان بطريقه غير طبيعيه. الكلب الهرمونات عنده زادت، الرغبه الجنسيه عنده زادت. طبعا الحاجات ديت مطلوبه يعني، تمام. فاحنا دلوقتي يا جماعه هنبدا ان احنا ندي للكلب، للكلبين اللي هم انا باللغي بتاع الكاميرا اللي ماسك الكاميرا لان سرحان مع الكلاب، تمام. فاحنا هنبدا ان احنا ندي الكلبين البرشام ده زي ما قلنا، وهنعرفكم ازاي كمان ندي البرشام عشان يبقى بالنسبه لك حاجه سهله وبسيطه. البرشام بيبقى بالشكل ده، برشامه بيضه كده، تمام. بنشوف الكلبين ان احنا هندي لهم مثلا، ولا نفترض الكلب ده، تمام. بنبدا نمسك زي ما قلت لك بايدك الشمال، بتمسك الفك من فوق كده وتخلي صوابعك دي ورا الانياب، تمام. وايدك الثانيه زي ما انت شايف كده بنفتح البق كده، تمام. ونبدا ان احنا نرمي البرشامه في النص وتزقها بصبعه لجوه بالطريقه دي كده. كده الكلب بلع البرشامه، تمام. نشوف الكلب الثاني اهو، تعال شينك، يلا شاطر. بالطريقه دي كده يا جماعه بنمسك الانياب من ورا وبنفتح البق كده، وايدي لو لاحظتوها بتبقى ورا الانياب، شايفين ايدي ماسكه ازاي كده. عمر الكلب ما يعضك، ما تخافش، تمام. بالطريقه دي كده بتدي للكلب البرشام. طبعا الكلام ده بتعمله كل يوم حبايه لحد الكلب بتاعك ما يتجوز، او ممكن تديهوله لمده اسبوعين بينشط عند الكلب وتوقف على كده، تمام. طبعا لو مشيت على النظام ده هيظبط معاك خالص، ويظبط معاك الخلفه خالص، وهيظبط معاك الجواز والكلام ده كله. نقول لكم يا جماعه تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه، يا رب تكون انت استفدت من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك وشير، وما تنساش تفعل الجرس وتشترك معانا على القناتين، تدريب كلاب همضيج زمنهور وتدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور، لعل اي حاجه احنا بننزلها تفيدك، ولعل كل الناس تكون مستفاده من الحلقات اللي احنا بنقدمها. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.